السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على الكابتن مدحت شلبي، معلق الرياضي. المعلق الرياضي مدحت شلبي بيتكلم على سافيو البرازيلي، اللاعب سافيو البرازيلي اللي النادي الأهلي جابه، ويقول ازاي تجيبوا لاعب في 7 سنين راح 16 نادي في خلال 7 سنين، وكل نادي ياخده يرجعه ويقول هذه بضاعتكم ردت إليكم. يعني هو بيقول الكابتن مدحت شلبي بيقول سافيو البرازيلي اللي انتوا جايبينه، بيقول لإدارة النادي الأهلي ده ما بيعمرش في نادي، وراح 7 نوادي قبل كده يعني وما عمرش فيه، راح 16 نادي في خلال 7 سنين وما عمرش فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.